أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة روسيا والسعودية في افتتاح بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي تقام يوم الخميس 14 يونيو 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وقبل بداية البطولة سقطت روسيا في فخ الهزيمة بالخسارة أمام النمسا في مباراة ودية أقيمت في هولندا ضمن استعدادات الدوب الروسي لكأس العالم. روسيا تستضيف كأس العالم 2018 وتلعب في المجموعة الأولى مع مصر والسعودية وأوروغواي، وتقام مباراة روسيا والسعودية على ملعب أولمبيسكاس كومبليكس لوزينكي بمدينة موسكو بروسيا، حيث يسع ملعب المباراة إلى أكثر من 80,000 متفرج. وتقام مباراة روسيا والسعودية بافتتاح كأس العالم روسيا 2018 يوم الخميس 14 يونيو 2018 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والرابعة بتوقيت تونس والجزائر، والسابعة بتوقيت الإمارات، والسادسة مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والثالثة بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.